قال رئيس مجلس إدارة شركة مس القابضة أحمد إسماعيل إن محطة كهرباء بسماية تغذي العاصمة بغداد بنسبة 80% من حصتها الكهربائية، وأكشف أن المحطة تستعد لتجهيز 4500 ميجا وات لحاجتها نتيجة الزيادة السكانية وبناء المدن الجديدة. وأكد إسماعيل أن أهمية معرض الطاقة تأتي في عرض جهود وزارة الكهرباء والشركات الاستثمارية بقطاع الطاقة. معرض كل سنة تقام في هذا الوقت، معرض الطاقة محصورة بالطاقة الكهربائية. نحن كمجموعة ماس القابضة تعتبر أكبر منتج للطاقة في العراق. محطة كهرباء بسماية تغذي 80% من حصة بغداد من الكهرباء. طبعا بغداد تحتاج إلى كمية أكبر، فنحن نجهز 4500 ميجا وات إلى بغداد، تعتبر نسبة عالية جدا. المحطة مقامة أصلا لتغذية العاصمة بغداد بالكهرباء. بغداد بسبب بناء مدن جديدة خاصة في أطراف بغداد، وبسبب الزيادة السكانية التي قد وصلت إلى 8 مليون، فتحتاج إلى محطات جديدة وبشكل سريع لتوفير احتياج العاصمة بغداد من الكهرباء. أهمية هذه المعارض؟ أهمية تعريف الناس بالمحطات الكهربائية بنشاط وزارة الكهرباء، اللي نشاط وزارة الكهرباء اللي التوليد والنقل والتوزيع، كذلك تعريف الناس بالشركات الاستثمارية والشركات الأجنبية العاملة في العراق مثل جي إي شنايدر أو سيمنز أو غيرها.